انا اسمي فارس. عايز اتجوز. احب الاول وبعد كده اتجوز. صاحب له عن صاحبه كام حاجه؟ ثلاثه. في الثانيه بتاعتهم فاضل لك واحده. زي ما عملتك ممكن اسجنك. يا عمي انا يشرفني ان اقعد في بيت امك. يا عم احترم نفسك. يا ماما ايه ده؟ يلا الترمومتر رايح فين؟ هات عنك انا هقول لك رايح فين بعد شويه. هاشتاج جوزني بقى رقم واحد في مصر والشرق الاوسط.